يعود تاريخ بناء المجازر البلدية القديمة بالدار البيضاء إلى سنة 1912 مع بداية الحماية الفرنسية بالمغرب. المهندس المعماري جورج إرنست ديمارست تكلف بوضع التصور العام الخاص بها لتكون رهن إشارة الفرنسيين والمغاربة حينها من أجل العملية التجارية والذبيحة. سنة 1922 عاد مهندس معماري آخر لتحديثها جذرياً بشكل شمل بنايات مخصصة لكل نوع من الذبائح. المباني المغطاة التي استحدثها المهندس المعماري أنري بروست امتدت على مساحة أزيد من هكتارين، وكانت تشمل مجازر للذبائح الكبيرة والصغيرة ومجازر للخنازير والأحصنة وفضاء لبيع أحشاء الذبيحة وحرق الجيف، بالإضافة إلى إسطبل للأحصنة وبناية تتوفر على مبردات. بالعودة إلى تاريخ تشييد هذه المعلمة التراثية في الوقت الحالي، فقد شكلت العاصمة الاقتصادية مع بداية القرن الماضي مدينة تتوافد إليها شحافل التجار والمهاجرين من جميع الأصول، وبدت الحاجة ملحة إلى مجزرة توازي الانفجار الديموغرافي للسكان بعد أن انتقل معدل الساكنة من 20,000 نسمة سنة 1907 إلى 100,000 نسمة سنة 1920، ثلثهم كانوا من الأجانب. سنوات بعد تشييدها باتت مجازر العاصمة الاقتصادية حينها تشغل آلاف البيضاويين بحكم تواجد العديد من الشركات الصناعية التي كانت تجاور هذه المجازر حينها. أدرجت المجازر القديمة للعاصمة الاقتصادية ضمن قائمة المباني الأثرية الوطنية سنة 2003 بعد أن جرى توقيف العمل بها سنة 2002 إثر اعتماد مجازر جديدة أخرى بديلة بالدار البيضاء، تحيط بها حالياً مجموعة من المحلات الشعبية والمطاعم الخاصة بالشواء ومستودعات تفتح أرضها سنوياً خلال عيد الأضحى لبيع الأضاحي. بمجرد إغلاق هذه المجازر سنة 2002 أثيرت مسألة مستقبلها، فكانت فكرة تحويلها إلى مساحات مخصصة للفن والثقافة من بين المشاريع بالغة الأهمية بالمدينة، عوض تفكير بعض الجهات في جعلها مصدراً ربحي. هذه المعلمة تحتضن حالياً العديد من التظاهرات الفنية والغنائية بالمغرب، تشكل متنفساً سنوياً للفرق الموسيقية من خلال مهرجانات غنائية تستقطب عشرات الآلاف من الشباب من كافة أنحاء المدن. الأسلوب المعماري الفريد الذي بنيت به المجازر القديمة والتجديد الذي عرفته خلال عشرينيات القرن الماضي يظهر في مختلف واجهاتها، إلا أن الخراب وركام البناء يظهر بشكل جلي بين فضاءاتها، حتى أن مجلس العاصمة الاقتصادية أغلقها وجعل الولوج إليها رهيناً بالحصول على تراخيص بشكل مسبق. قبل بضعة أشهر وبناء على طلب من مجلس مدينة الدار البيضاء وبدعم من مدينة أمستردام، تم تنظيم ورش عمل بغاية التفكير لإعادة تنشيط هذه المعلمة وتحويلها بنجاح إلى مكان مخصص للفنون والثقافة.